السلام عليكم. اليوم نروح الى ملعب تيزي وزو نشوف حاله الملعب بعد الابطال الاخيره هذه اللي نزلت، واللي نلاحظ انه يعني قطرات تاع المياه تاع الامطار فوق الكراسي، و يعني لازم يكون فيها سيستم باش بور ديفاكياسيون تاع المياه تاع الامطار في الكراسي باش ما تحجرش فوق الكرسي. وهذا يعني نفس الشيء بالنسبه لكل الملاعب، لازم يكون فيها انترو في الكراسي بور ايفاكوي مياه نتاع الامطار. والملاحظ كذلك انه السقف مازال فيه تسربات تاع المياه. هذه هي الصور، هذه تعود الى بعض الصور تعود الى البارحه، والبعض الاخر يعود الى حوالي اسبوع. اذا هذه هي، ونترككم مع نهايه الفيديو نتاع هذا الملعب الرائع اللي يعتبر مفخرة للشباب الجزائري. السلام عليكم.